أهلا بكم من جديد على الموعد مستمر بفقرات التي تعنيك عزيز الرجل، وإن شاء الله تكون عن جد بتهمك مثل ما إحنا مفكرين، لأنه دائما لما نكون عم نعد للبروغرام بنجرب نشوف أكثر شيء ممكن يعجب الرجل، ممكن يلفته، ممكن بيكون شيء بتسأل فيه أحيانا، ممكن نجيب له الإجابة أو بعض الإجابات أو هيك يعني نسلط ضوء على شيء بهمه، فإن شاء الله يكون الأمر كذلك اليوم أيضا. الآن رح نحكي عن موضوع في حسب رأيي في غاية الأهمية. عم نحكي عن القيادة، القيادة اللي نحكي أحيانا عن شخصية قيادية، هل الشخصية القيادية هي فطرة أم خصلة مكتسبة؟ وبالتالي كيف يكون الرجل العربي قائدا ناجحا؟ وإحنا دائما بحاجة للقيادة، مش عم بحكي كامرأة ولكن عم نحكي عن كمجتمع كعالم عربي بحاجة إلى قائد يكون ناجح. فهذا هو موضوعنا، وحتى نعرف أكثر عن هذا الموضوع خليني أرحب السيد السعيد السيد مستشار التنمية البشرية ومدرب معتمد في البرمجة اللغوية العصبية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. إزيك؟ بخير الحمد لله. بص احنا فقرتنا ما بتتجاوزش 12 دقيقة، خد بالك الموضوع مهم أنا عارفة والموضوع حلو كمان. يعني عم نحكي عن الشخصية القيادية، يعني إيه قيادة ديجا كفكرة القيادة؟ ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دايما بنعرف الشخصية القيادية او القائد هو الشخص القادر على التأثير في الآخرين. اوكي. قد ايه اقدر اثر في الآخرين بشكل ايجابي، بغير من مفاهيمهم، باثر في حياتهم، باثر في معتقداتهم، باثر في انتاجيتهم وهكذا. والمثال اللي دايما بستشهد بيه، انا كان النهارده عندي برنامج في الإدارة والقيادة وده بيقعد يومين مش 12 دقيقة، يومين عشان نفهم الناس يا جماعة يعني ايه قيادة، يعني ايه إدارة، ازاي تكون قائد، الفرق بين القياده والاداره والاشياء صح. دي كلها في مدير لانه بس مش دايما في قائد. صحيح. طب ايه الفرق؟ الفرق سهل جدا. المدير حريص على انه الحصول على النتائج من الاخرين، يعني انا مدير المحطه دي يهمني بالمقام الاول البرامج بتاعتي تقدم بشكل متميز، انتاجيه القناه بترتفع، هو ده الإدارة. بيقول كده الإدارة achieving results through the efforts of other people، أو الحصول على النتائج من خلال مجهود الموظفين اللي معايا، المقدمين والمعدين والناس خلف الكاميرا والإعداد والإخراج وكل الناس دول. أوكي. ده إدارة. المدير. أوكي. القائد. لكن القائد هو الشخص اللي يقدر يأثر في الناس دي اللي بعد سنتين وثلاثة وأربعة وعشرة يتذكروه. ومثال سهل جدا، لو اخت فرح هقول لك كم مدرس درس لك من التعليم الاساسي لغايه الجامعه؟ عشرات المدرسين. صح. كم واحد تتذكريه دلوقتي كان ليه تاثير على حياتك وعلى شخصيتك وكان سبب انك ناجحه في حياتك الصحفيه وفي حياتك الاعلاميه؟ واحد اثنين، هم دول القائد. القدره في التاثير على الاخرين. حلو. يعني شكرا على فكرة انه انا ناجحة في مجالي وانه انت اعتبرت انه انا فايتة مدرسة، بس انا امية يعني، بس يلا هنعديها. اوكي. عم نحكي عن الرجل القيادي، عم نحلم كلنا انه نكون شخص قيادي، حتى لو عم نحكي امرأة ايضا قيادية في مجالها يكون شيء منيح. هالشيء كيف مكتسب ولا هو بالفطرة، يعني بيخلق الشخص قيادي ولا لا هو بيتعلم وبيتمرن ممتاز. على مدار الخمسين ستين سنة اللي فاتت كل الناس اللي كتبت كتب في القيادة وفي الإدارة مفيش خط فاصل بيقول هل القيادة مكتسبة ولا فطرة، ولكن أنا أميل للدراسة اللي بتقول إن معظم الـ 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 القيادة هي مكتسبة، لكن لازم يكون في جينات في الشخص اللي تأهله إنه يكون قائد. بعض الكتب بتقول إن 1% من الناس ما يصلحش إنه يكون قائد بس يعني، او 2% يا رب. أوكي. 2% there is no way ان هو يكون قائد. بس ده خبر حلو على فكره، عشان احنا كنا فاكرين انه اصعب يمكن. بالظبط. وفي 2% بتكون فطره. لكن الباقي اللي هم 96% من الناس عندهم القدره انهم يكتسبوها، ولذلك احنا بندرب الناس عليها. ممكن نعمل صناعه القائد، ممكن اعداد للقائد، انا ممكن ادرب ابني ان يكون قائد، ممكن انا شخصيا لو عندي الرغبه ان اكون قائد ومؤثر في الاخرين سهله جدا بالتدريب والتعليم، بس يكون عندي الرغبه. طيب ازاي نصنع قائد بقى؟ وما هي صفات القياده يعني؟ طيب هم احنا النهارده هنتكلم بس على 10 صفات في القياده. حلوين برضو. ولكن خلينا نقول لو في مؤسسه زي المحطه اللي احنا فيها دي فيها قياده بدون اداره او فيها اداره بدون قياده، ايه النتيجه اللي ممكن تحصل؟ صح، سؤال حلو بقى. لو انا عندي محطه او شركه فيها قياده بدون اداره النتائج مش هتكون ملموسه،
مش هيبقى في كنترول على الموظفين، مش هيكون في عندنا اهداف محدده وثابته، هيبقى فيها شويه من عدم التنظيم. لكن لو في اداره بدون قياده فهنكون واقفين محلك سر، بنادي شغلنا ونروح، زي ما بنقول كده الموظفين هيكونوا اوردر تيكرز بيادوا شغلهم ويروحوا، وده ما بنقول كلوك ووتشر، يعني اجي الدوام بتاعي الساعه كذا واروح الساعه كذا، فصرت موظف بادي العمل بتاعي واستنى الراتب اخر الشهر، مفيش ابداع مفيش تجديد. فاذا للمؤسسه عشان تكون ناجحه لابد يكون فيه الاثنين، عندنا اداره حكيمه وعندنا قياده مؤثره في الموظفين. وممكن يكون نفس الشخص المدير هو القائد؟ طب هل كل مدير قائد ولا كل قائد مدير؟ صعب يعني. سؤال جميل. بنقول ان كل قائد ممكن يبقى مدير، لكن مش كل مدير ممكن يبقى قائد. والسؤال بسيط جدا لحضرتك والناس اللي خلف الكاميرا، كم واحد اشتغلت معاه ايها الرجل العربي او زميلتي او اختي فرح على مدار السنوات الكارير اللي اشتغلت فيها مدير، سواء مدير مباشر او في الاقسام الاخرى، اللي كان ليه تاثير على حياتك الشخصيه وعلى افكارك وليه سبب من اسباب نجاحك؟ واحد او اثنين، هو ده القائد. اللي هو احنا دايما بنسميه اللي هو بيركز على حاجتين مهمين، بيركز على الناس على البيبل وبيركز على الانتاجيه. معظم المديرين بيركزوا على الانتاجيه بس. بليك اند موتن، روبرت بليك وجين موتن سنة 1974 عملوا نموذج هنوريه للسادة المشاهدين على التلفزيون كمان شوية، قال فيه خمس أساليب للإدارة. في مدير بيركز على البرودكشن، على الإنتاج، على التاسك تو بي دون، على الوظائف بتاعتنا إن احنا نأديها بشكل متميز. وفي مدير بيركز على البيبل، إنه البيبل بيرسون، إنسان بيعامل البشر كإنسان، احتياجاتهم والموتيفيشن والتحفيز و و و. وصل لخمس نماذج او الاثنين روبرت بليك وجين موتن الاثنين مع بعض وصلوا لخمس اساليب من المديرين. في المدير اللي هو المنافس الكومبتيتيف الاوثورتيف، انا ما يهمنيش فرح مبسوطه ولا لا، ما يهمنيش عندها مشاكل شخصيه ولا لا، بس يهمني لما تكون قاعده هنا قدام الكاميرا تأدي شغلها على اكمل وجه. وانا اي دونت كير اباوت اني ثينج ايلس. المهم انها تأدي وظيفتها كويس. وده بيكون له تاثير سلبي على الموظفين اللي بيخليهم يعني لو جالي شغل في اي محطه ثانيه همشي. في مدير تاني بيهتم بالبيبل على حساب الانتاجيه. أوكي. وده بنعطي له سكور حتى 1.9 اللي هو يعني بالنسبه للانتاجيه ضعيف شويه، ولكن بالنسبه للاشخاص انسان حبوب ولذيذ ودايما يحس بينا ويضع نفسه مكاننا، فانت عندك نموذجين. طب ده ممكن ياثر على انتاجيه بعد وقت؟ برافو عليكي. الانتاجيه بتاعته بتكون ضعيفه، لكن محبوب الموظفين، انسان بيعامل الموظفين كبني ادمين، بيهتم باحتياجاتهم ومشاعرهم. وبالتالي احنا قدام نموذجين دلوقتي من الاداره، نموذج يهمه الانتاجيه بس، ونموذج يهمه الموظفين بس وقد ايه يحبوه، والاثنين مش كويسين في الاداره. في نموذج ثالث اللي هو ضعيف في الاثنين، لا هو شاطر من ناحيه الانتاجيه ولا ناجح من ضمن الاشخاص، وبالتالي بنسميه يعني الفاشل اللي هو ما بيطولش عاده. وفي بقى مدير اللي بنسميه ميدل اوف ذا رود، وبعض الكتب بيقول الكومباني مان اللي هو انا عايز احافظ على الوظيفه بتاعتي فماسك العصايه من النص. لا انتاجيه متميز ولا مع الناس متميز، تلاقي التيرن اوفر والاستقالات عنده كتيره والموظفين مش حابين شغلهم قوي، ما هوش شخصيه قياديه مش مؤثر فيهم، وبالتالي هو بين البنين. مش فاهماه ده نموذج. اتفضلي. ده مش فاهماه حقيقي. ده اللي هو 50-50. اوكي. يعني لما نيجي نتكلم على الانتاجيه كبروفيشنال في الميديا على سبيل المثال نديله 50%. اوكي. يتاخر في برامجه، برامجه مش ذات جوده عاليه، يعني ما هوش ناجح اعلاميا لو انا بتكلم على الاعلام. اوكي. لان انا بتكلم على مجال التدريب، انا عايز احافظ على وظيفتي في المكان اللي انا فيه، فانا مدرب نص نص. مش بهتم بالموظفين اللي بيحضروا معايا الدورات قوي، ما يتفرقش معايا البريكس، الاكل، ما يفهموا ولا ما يفهموش، يشاركوا ولا لا، يعني 50% اهتماما بالاشخاص و50% اهتماما بان البرنامج بتاعي يبقى ناجح. لكن بقى في مدير متميز جدا زي حضرتك، زي مدير المحطه هنا، زي اخويا جعفر واخويا روني، احنا مهم جدا عندنا ان الضيف يكون مرتاح، ومهم جدا البرنامج يكون ناجح. مدير المحطه هنا يركز جدا على ان الموظفين بيحبوا شغلهم، بيتدربوا، بيتطوروا، محفزين، بيحبوا الشغل لان بيحبوه، بيحل مشاكلهم، بيساعدهم، بيطور منهم، وفي نفس الوقت انتاجيه عاليه، وهو ده المدير اللي بنسميه افكتيف مانجر. ده احنا بنتكلم على خمس مستويات من الاداره. يا ترى اختي فرح والراجل اللي بيتفرج عليا دلوقتي الراجل العربي، اشتغلت مع مديرين قبل كده تركت الوظيفه بسببهم وكرهتهم؟ ايوه، ده اللي هو بيركز على الانتاجيه ومش فارقه معاه الجزء الانساني. طب اشتغلت مع مديرين كنت بتعتبرهم
يعني مش اكفاء ولكن على المستوى الانساني كويسين. ايوه طيب مين فيهم كنت معجب بيه؟ لا ده ولا ده. طب هل اشتغلت مع مديرين كانوا بيركزوا عن النقطتين دول؟ صحيح نسبه بسيطه جدا، وهم دول اللي احنا حتى لو جالي اوفر من شركه تانية ان انا امشي واسيب شغلي ما بمشيش واسيبه، لان حابب الشغل ده. احنا بنتكلم على مدير. طب ايه اللي يخلي المدير ده قائد؟ الصفات يعني؟ ايه الصفات؟ خلينا نشوف. انت عندك 10 صفات المدير ده قائد. في 10 صفات وفي اكتر من كده. طيب لكن اسال سؤال، اسال بس سؤال يعني. نعم. هل الكاريزما بتدخل بفكره القياده ولا ملهاش دعوه؟ سؤال رائع. يا ترى مهاتما غاندي عنده كاريزما؟ حسب يعني، ما اعرفش. يا ترى احنا بنعتبره قائد؟ يا ترى اثر في ملايين الناس على وجه الارض؟ يا ترى فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي اثر في ملايين الناس على مستوى الارض؟ يا ترى اسمه الشيخ زايد اثر في ملايين الناس على كوكب الارض؟ يا ترى حد من الملايين دول قابل الشيخ زايد؟ يا ترى اوبرا وينفري بتاثر في ملايين السيدات على كوكب الارض؟ كلنا قابلناها. الشخصيه القياديه مش بالضروره ان يكون عنده كاريزما وهانسم والكلام ده كله، لكن لابد يكون عنده الصفات الانسانيه اللي مش موجوده في كثير من الناس وموجوده في قله من الناس اللي اثروا فينا. على سبيل المثال انا درست مثلا 14 سنه، كم مدرس اتذكره دلوقتي؟ استاذ محمود زعلوك، استاذ محمد الحيطاوي، استاذ صفاء عبد المجيد. طيب شو كانت مواصفاتهم؟ شو مواصفات القائد؟ اول مواصفه في القائد مش بالضروره تكون موجوده في المدير، ممكن المدير يكون ناجح جدا. أوكي. هي النزاهه او بنسميها بالانجليزي انتجريتي. اوكي. ولما بنيجي نقول لحد يعني ايه انتجريتي او يعني ايه نزاهه ما بيعرفش تعريف كلمه نزاهه. لكن هي النزاهه معناها ان يو براكتس وات يو سبيك، ان الحاجه اللي بتقولها بتنفذها. معناها انك انت بتتصرف ازاي لو مفيش كاميرا مسلطه عليك او مفيش حد شايفك. مع انه بيني وبينك انا كارهه الكلمه دي من الانتخابات النزيهه اللي عشنا فيها كتير. انتخابات نزيهه، انتخابات نزيهه، وطلع مفيش من نزاهه. في فرق بين النزاهه والنزيهه. النزاهه هي نزيهه من نزاهه. مؤنث نزيه نزيهه. طيب نيكست، في ايه بعد كده؟ مهم جدا ان يكون قدوه للاخرين، اللي بنسميه يكون رول موديل كمان. أوكي. يعني لما بس النزاهه عشان مثال بسيط، يا ترى انا بنصح الموظفين بتوعي في المؤسسه اللي انا فيها انهم يبتسموا وانا مكشر، انهم يتعاونوا مع بعض وانا بقول لهم ارفض طلبات زميلتك، ما تعملش شغل مش بتاعك. أوكي. دي رقم واحد. رقم اثنين، يكون عنده رؤيه، يكون عنده فيجن. انا عايش في الامارات بقالي مده طويله، وفي كل دورات بتاعتي في القياده ببدا البرنامج واقول لهم اوكي هاندز اب، كم واحد فيكم مدير بقاله اكتر من 3 سنين؟ هاندز اب، ما شاء الله. كم واحد فيكم قرا كتاب في القياده او الاداره؟ الايادي كلها بتنزل، ما بنقراش كتب. اسمه الشيخ محمد بن راشد، عنده كتاب رؤيتي، كتاب رائع فيه كبسولات سريعه ومقالات جميله لاي واحد عايز يكون قائد في البيزنس اللي هو فيه. يكون القائد يكون عنده رؤيه. عزيز الرجل اللي بتشوفني دلوقتي ويا ريت تسلطوا عليا الكاميرا، امسك ورقه وقلم من النهارده وقول لنا ما هي رؤيتك للعشر سنين الجايين. وات از يور فيجن؟ مش للراجل بس، وللمراه العربيه. ده هو هنا للبلد عاملين حتى يعني. طيب انا لازم يكون عندي رؤيه. صح. انا السعيد السيد ليا رؤيه، هعمل ايه في خلال العشر سنين الجايين؟ عايز اوصل لايه؟ وبالتالي الحلقه اللي قلناها المره اللي فاتت في المفاتيح السته للنجاح، لو بدات اطبق الكلام ده هوصل للرؤيه. طيب اللي بعديها بقى، اللي بعد كده ممكن يبقى عندي رؤيه كويسه، ممكن اكون انسان نزيه بس ما عنديش مهارات اتصال جيده. ولو هنتكلم بقى في برامج على مهارات الاتصال، لا ده احنا عايزين مجموعه حلقات، الحلقه الاولى والثانيه والثالثه للعشره، لان كل ما كان الاتصال عندنا جيد كل ما كان يعني تحقيق الرؤيه سهل وتاثيري في الاخرين سهل جدا. أوكي. الحاجه الرابعه اللي ما بيعملهاش المدير لانه ما بيهتمش قوي، الا المدير الناجح طبعا او المدير القائد، ان هو يحفز فريق العمل. كم مدير او كم رجل مدير في المؤسسه بتاعته بيدخل من غير ما يصبح على الموظفين اللي عنده، من غير ما يسلم عليهم؟ كم واحد بيدخل الاستوديو علشان يقعد على الكرسي ده من غير ما يسلم على الكاست الموجود؟ بيدخل على الايباد ويشتغل عليها مباشره وينسى، واول ما يخلص يرمي الايباد وطيران على البيت. لا ده انت كده موظف، ده انت نسميه كده ايه، تاسك اورينتد. انت يهمك ان الشغل يخلص وبس. ده في ناس ممكن يكون شغالين معانا في المحطه دي لسنوات وشهور ما يعرفوش بعض، ممكن يعرف الاسم قدرا لكن حتى ما يعرفش. انا ما اعرفش اختي فرح منين. من تونس.
طيب. على سبيل المثال يعني. أنا طبعا. طيب ده كان في إطار إيه؟ التحفيز والتشجيع نسميه كده. يعني أوكي. حتى أنا بعمل دورات في الموتيفيشن بتقعد يومين عشان نشوف المحبطات إيه ونحفز الناس إزاي. النهاردة كنت بشرح 20 tips to motivate people، إزاي 20 طريقة إنك تحفز الموظفين بتوعك. أوكي. ومعظم المديرين اللي بنشتغل معاهم ما بيركزوش على الجزئية دي، لكن المدير الناجح اللي عنده رؤية اللي بيكبر المؤسسة بيركز على الموتيفيشن، لأن دايما بنقول كده leaders grow leaders. أوكي. القادة بيطلعوا قادة تانيين. أتمنى ما تكونيش مستعجلة بس. أنا مش مستعجلة. أنا لو مني بقول لك خليك، بس أنا في رؤية برضو في البرنامج، عندنا كذا فقرة وأنت فقرة من فقرات. صدقيني الناس بتنتظر اللحظات دي يا ابني. أنت هتقولي يعني أنا ما بشرح الكلام ده، بشرحه في يومين يا ابني. أنت هتقولي والناس بتدفع فلوس كتير جدا علشان تسمع. والله عارفة. ده أنا أنت عارف إن أنا بفكر، كنت أعلى قلت لا دي ما ينفعش تكون فقرة، ده لازم يكون على الدي إم برنامج بقى. طبعا طبعا صح. خلاص يبقى هنعمل دي. خلينا نكمل بسرعه عشان انا برضو برنامجي يبقى رؤيته. انا لو ليا رؤيه في الحياه ان انا اكون انسان ناجح واطلع اجيال عربيه، اطفال وامهات واخوان واخوات ناجحين في المجتمع، يكون احنا دايما نقول اليد العليا خير من اليد السفلى. امتى المجتمعات العربيه هتبقى ايديها تحت؟ الامثله اللي بتوجد في دبي نموذج رائع للعالم وفي ابو ظبي على القياده المتميزه، استغلال اقل الموارد وانتاج اجمل انتاج في العالم كله. نيجي على رقم 5، building trust أو بناء الثقة. ده أنا واثق من نفسي، ده أساسي. لا ده أنا بخلي الموظفين يثقوا في نفسهم. أنا عايز أقول لكل المشاهدين دلوقتي، مفيش حد فينا بيتولد خايف، يعني no one is born with fears. الأطفال بيتولدوا ما عندهمش أي نوع من أنواع الخوف، مع مرور الوقت بيبدأوا يتعلموا أول خوفين. الخوف الأول الخوف من الفشل، اللي هو بنبدا نقول لي ايه، اقول لابني ستوب يو كانت، نو نو يو كانت، حاسب مش هتقدر، هتعور نفسك، بلاش دي. فيبدا الولد يخاف ان لو شلت دي هتعور، فنزرع فيه الخوف الاولاني. الخوف الثاني، طب انت كده بترجعني لاسباب انهزاز الثقه في، يعني تكون ثقته في حاله مهزوزه. انت هيكون عندك حل كقائد للي ثقته شوي مهزوزه انك تبني له ثقته. ما احنا بنقول القاده بينظروا للحلول والفشله بينظروا للمشاكل. اوكي. انت دلوقتي بتكلمني عن الطفل اللي خوفوه ممكن انهز ثقته بنفسه. نعم. لو انا كقائد وعندي في الشغل واحد ما عندوش ثقه في نفسه، حعرف ازرع في ثقه من جديد؟ قولي لي اختي فرح، انت اشتغلتي في كثير من المؤسسات، كم مؤسسه كانت حريصه انها تبعتك دورات تدريبيه ياه على حساب المؤسسه وحريصه انهم ده بنى ثقتك بنفسك ولا لا؟ استثمروا فيكي مئات الالوف. ليه؟ لانهم مؤمنين ان انت عندك كفاءات. اللي انا عايز اقوله للاب العربي والام العربيه، ان ولادك اغرس فيهم الثقه، ولكن انا كقائد في البيت، احنا بنقول كده leadership starts at home، practice leadership with family. انا كقائد مش في الشغل بس، ده انا مع بيتي باثر في زوجتي واولادي وجيراني واخواني باثر فيهم بتاثير ايجابي. ابن ثقه الموظفين بنفسهم. خلي عندهم قدره انهم لما يجي يعطيك فكره لتطوير برنامج يس. وضحت النقطه، وضحت بس اللي بعديها لو سمحت. التواضع. هل اشتغلت مع مدير كان مغرور ومتكبر؟ يس. هل عمرك شفت قائد متكبر؟ لا. قائد. انا ما بتكلمش على القادة السياسيين، لان ده مسمى بوليتيكال ريدر، ده انا مش هتكلم عليه النهارده. انا بتكلم على الناس العاديه، الناس اللي زي عندنا لاعب في مصر ابو تريكه بيأثر في ملايين الناس، زي اسماعيل مطر هنا بيأثر في ملايين الناس باخلاقه واسلوبه. هل انا متواضع ولا متكبر؟ يبقى التواضع مهم. التواضع. القائد دايما متواضع، القائد عادل. اوكي. هل بالضروره ان المدير يكون عادل؟ لا. لكن بالضروره ان القائد يكون عادل جدا. طيب احنا بنتكلم على الشخص اللي بيأثر في الاخرين. اللي انا عايز اعمله رول موديل وعايز اقلده عشان اكون ناجح. احنا اتكلمنا على نقطه 7 اللي هي التطوير، الاهتمام بتطوير الاخرين. يعني انا مدير في مؤسسه عندي موظفين، كم مره ايها الرجل العربي انت شغال في مؤسسه تسمع ان المدير بتاعك رفض انه يبعتك دوره تدريبيه لانه حريص على الانتاجيه مش حريص على تطويرك؟ او حريص ان انت، يقول لك في بعض الناس يقول لي انا لو بعت الموظفين يتدربوا هيبقوا شطار وبالتالي هيسيبوا المؤسسه بتاعتي ويمشوا. طب ما تدربهمش، خليهم قاعدين. ايه اللي هيحصل؟ احسن اسلوب في التنافس بيننا وبين اي منافس هو الطاقه البشريه. أوكي. لان ممكن المحطات الثانيه يقلدونا في البرامج، يقلدونا في التكنولوجي، بس مستحيل يقلدونا في الاشخاص اللي موجودين. دي بتحطها... مستحيل يبقى عندهم فرح. أوكي. او جعفر او روني. اوكي. دي بتحطها فين بقى؟
دي من مواصفات القيادة. أوكي. تطوير كادر العمل اللي انت فيه. أوكي. تطوير أولادك. أوكي. تطوير أبنائك، تطوير زوجتك. أوكي. على سبيل المثال احنا وصلنا لسبعة كده، انت عندك قلت لي 10 نمرة 8 اتخاذ القرار. اشتغلت مع مدير قبل كده كان بيتهرب ان ياخد قرار؟ بلاش تسألني، خلينا على طول. أوكي. يبقى القرار عزيزي المشاهد. أوكي. اشتغلت مع مدير بيخاف ياخد قرار ويتهرب من اتخاذ أكيد القرارات. أكيد أكيد. طبعا. أوكي. ويماطل في بس القائد ياخد قرارات، يعني لازم ياخد قرار. طبعا. أوكي. ودي كمان بتاخدنا للنقطة اللي بعد كده، تحمل المسؤولية. كثير من المديرين بيتهرب من تحمل المسؤولية. ولما يغلط بيلوم الموظفين. ما هي تحمل مسؤولية من وراها بيصير انه ما بياخد قرارات لانه بيخاف انه يتحمل مسؤوليات يمكن اكبر. ممكن بحس كده. هي نقاط كلها مرتبطة. اكيد ببعضها. ما هي شخصية واحدة بناخدها. وطبعا النقطة الأساسية السلوك الإيجابي اللي احنا قلنا فيها المرة اللي فاتت انه I can. اقدر. لو انا من صغري زي ما قلت كده قبل كده الانر ديالوج، يا ترى انا ما بصحى من النوم الصبح بقول ايه؟ الحمد لله النهارده هيبقى يوم جميل، النهارده هقدم برنامج متميز، النهارده هكون ناجح، النهارده هيكون افضل من امس، ولا بصحى من النوم اقول يا رب لسه لا ده احنا مش عايزين كده. القائد ده عنده وقت. اوكي. القائد يعني بيقول كده the stronger your relationship are the stronger your leadership is. على قدر ما كانت علاقاتك بالناس قويه وناجحه على قدر ما كنت انت قائد متميز. القائد متواضع، القائد بيأثر في الآخرين، القائد عادل، القائد عنده نزاهة، بيطبق اللي بيقوله، القائد بشوش، القائد مبتسم، بيقول صباح الخير، بيقول صباح الخير، ازيك، بيصبح على الناس، سلم على الناس، بيسلم على الناس بغض النظر عن جنسياتها ولون البشرة، بيقدر يسوق نفسه. حلو. القائد في هاي الصفات كتير اشياء الواحد اذا بيكون موجوده فيه يعني بيصير قيادي، شخصيه قياديه بهالطريقه. كانه عم بتقول انه مش صعب الواحد يكون قائد، كله تدريب، كله انه بس تكون عندنا الفكره والرغبه وجهد اضافي انه الواحد يوصل يكون قائد. ده في سؤال بقى للساده المشاهدين والحاضرين. لا بقى لا مش حينفع فاصل ونرجع. شكرا. شكرا. باي باي. شكرا.